السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء في قناتكم الصغيرة، هذه قناة الحقيقة الصادقة، ومع برنامجكم المعتاد مجربات من الطب البديل، ومع هذه السلسلة من حلقات أسرار العلاج بالثوم. نتحدث اليوم عن سوء الهضم، نتحدث اليوم عن الغازات، النفخة في البطن، صعوبة الإخراج، تنظيف القولون العصبي، هذه كلها أمور مرتبطة مع بعضها البعض. نتحدث اليوم عن عصير الكمثرى، عصير الكمثرى يوميا ولمدة أسبوع إن شاء الله، كأس من عصير الكمثرى، نهرس معاه 3 فصوص من الثوم ومنخلطه بعصير الكمثرى، ممكن نحليه بملعقة عسل فقط، ويؤخذ قبل النوم، قبل ما تنام بتأخذ هذا العصير اللي شرحناه. وأيضا بندهن البطن بزيت الثوم المخلوط مع زيت الزيتون، يعني ملعقة زيت زيتون مقابلها نصف ملعقة من زيت الثوم، نخلطهن جيدا وبندهن فيهن مساء البطن كاملا. ممتاز جدا بعون الله لسوء الهضم، للغازات، للانتفاخات، للي عنده إخراج صعب بيعاني من الإخراج، اللي عنده مشاكل في القولون، ياخذ هذه الوصفة من المجربات ومن أسرار العلاج بالثوم إن شاء الله. نتمنى لكم السلامة والشفاء. كان معكم محدثكم الباحث في الأعشاب وخبير الطب البديل أبو الأمين من المملكة الأردنية الهاشمية. دمتم بود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.